صباح الخير على ستات تابروير. عايزين بقى نشوف نبدأ في العروض الكريسماس ورأس السنة. كل سنة وانتم طيبين. عندنا أداة التشكيل للعجين، تعملي بيتفور، تعملي غريبة، تعملي قراقيش، تعملي منيه. ادي أداة، ادي الأول لانش بوكس معانا. لانش بوكس شايفينه ده حجمه. فعندنا استخدام مزدوج، القطع دي بتيجي جوه اللانش بوكس ده. ده حجمه على الطبيعه، ده حجمه على الطبيعه اهو. كبير حلو، بياخد مثلا فطيره وسط، بياخد 6 باتيبان، ياخد كميه حلويات كويسه. وبتحطي جواه القطع دي، بيجي جواه القطع دول. دول 8 قطع، 8 قطع، 8 اشكال تشكلي بيهم العجين. طبعا صحيه جدا ان انتي تستخدمي العجينه، الادوات التانيه طبعا مش صحيه ابدا. دي اشكال مختلفه، ادي القطعه اهي مثلا، وانا هفترض ان هنا العجين بتاعك بتشكلي بيه كده. ده هنا بارز حامي بيقطع جوه العجينه يشكلها، وتحطيها في مفرش السيليكون برضو بتاع تابر وير. 8 قطع اشكال مختلفه زي ما انتم شايفينهم، معاهم اللانش بوكس الجميل ده، نازل باللون النبيتي في العروض باللون الجديد، ده القديم بتاعي. قطع متميزه جدا، استعمال مزدوج ان انت بتستعملي القطع، واللانش بوكس ممكن تستخدميه في شنطتك لولادك للنادي، اكله خفيفه وانت نازله في البيت. برضو بينفع جدا في الثلاجه على فكره، لو شويه جبنه يعني حلو برضو في الثلاجه. القطع زي ما انت شايفينها فيها من هنا دوريه علشان تبقى تتمكني، يعني اهو من هنا تمسكيها كده تتمكني من التقطيع كده، تتمكني منه تبقى متمكنة. والقطعة دي مفتوحة اوريدي، فعشان كده مفيهاش دورية. ادي شكل قلب، شكل نجمة، شكل تاني هلال، قلب كبير، وردة، نجمة. 8 قطع معانا لانش بوكس بال8 قطع، عروض رأس السنة. كل سنة وانتم طيبين. مع تحيات تبروير الدهر. لانش بوكس والأدوات جواه، 8 قطع جواه، نقفله اهو احكام، ونشيل القطع بتاعتنا لو انت هتستخدميه للقطع او تستخدميه للبيت او لشنطة ايديكي. هتطلع القطع تحطيها في كونتينر تاني وتستخدمي اللانش بوكس. قطعة متميزة جدا معانا في عروض الكريسماس.